الأخ مبروك من بغازي وتحدث عن استعمالات القرآن للسحر، فيقول ما مدى احتمالية استعمال، أنا هكذا فهمت، يعني استعمال الهياكل السياسية الموجودة في بلادنا في سحر الناس، يعني يقول بأن ممارسات الناس يعني غير عادية غير طبيعية، فهل يكون هناك احتمال استعمال السحر؟ أنا أيضا يعني أخونا مبروك بارك الله فيه، يعني فهمت سؤاله على وجهين يعني، نعم. لكن الراجح أنه هو يقصد هل تتوقعون أن بعض الساسة في ليبيا أو بعض المؤسسات الدولة السياسية تستعمل السحر وهذا يكون تفسيرا لما نراه اليوم من نعم. مشاكل، يعني أحيانا يصعب تفسيرها تفسيرا منطقيا، نعم يعني أو أن الاحتمال الآخر ولا أظنه يقصد ذلك الأخ، يعني أننا هل يمكن أن نستعمل السحر في مواجهة ما يحصل كما كذلك الشعبية؟ أنا فهمت هذا الفهم، لكن استبعدته إذا فهمت الفهم الثاني شخص ثاني. نعم مستبعد أنه يقصد هذا. نعم. طبعا نبدأ بالاحتمال نعم. المستبعد نعم. نقول لا يجوز، وهذا كما يريد الإنسان أن يحل السحر ويفك السحر بسحر مثله، هذا ذكر يعني جماهير أهل العلم في القديم والحديث نعم. يمنعون ذلك، وهو ما يسمى بالنشرة يعني نعم. يعني نشرة من عمل الشيطان كما يعني جاء في الحديث، ولكن يحل السحر بالرقى يعني بالأدعية الشرعية وبالتحصينات الشرعية من المعوذتين والآيات آية الكرسي والتعويذات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني نعم. ولكن يعني إذا يقصد أن بعض الساسة هل يمكن أنهم يلجؤون إلى السحر، نقول يعني ربما يعني لا يمنع ذلك. أنا أعلم يعني بوقائع معينة أن يعني بعض منتسبي أجهزة الأمن في النظام السابق كانوا يستعملون السحر وكانوا يستعينون بالعرافين، هذا شيء ثابت لا شك فيه عندي يعني، فربما يكون بعض الفاسدين يستعملوا ذلك. وأريد أن أنبه لنقطة دكتور فوزي مهمة، بعض الناس قد يعتبر يعني اعتراف أو اعتقاد أن السحر له تأثير قد يعتبره من باب الخرافة، وهو ليس كذلك، يعني نحن اعتقادنا وسط بين الإفراط والتفريط كما هو اعتقادنا في كثير من الأمور. نعم. نحن لا نعتبر أن الساحر يعني يفعل ما يريد في هذا الكون كما يقول الضعفاء أو يعتقد ضعفاء العقيدة وضعفاء اليقين وضعفاء العلم، فيسلمون قيادهم إلى هؤلاء المجرمين من السحرة، ولا ننكر حقيقة السحر، يعني الله سبحانه وتعالى أثبت حقيقة السحر، وهذا اعتقاد يعني جماهير أهل السنة أن السحر له حقيقة وله تأثير يعني نعم. بما يقدره الله سبحانه وتعالى. هل السحر يضر الإنسان؟ نعم يضر الإنسان، لكن بإذن الله تبارك وتعالى، الله عز وجل قال عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إذا أذن الله قد يبتلي الله عز وجل عبده أو أمته بأن السحر يسبب له مرضا أو يسبب له خمولا أو يسبب له عداوة وفرقة بينه وبين زوجه مثلا يعني، وقد يحميه الله سبحانه وتعالى لسيما إذا توكل على الله واستعمل الأسلحة الشرعية من الرقى وقراءة القرآن والمحافظة على الأذكار وقوة القلب وقوة اليقين في الله سبحانه وتعالى والتوبة ورد المظالم، هذه كلها أسباب وسائل وأسلحة شرعية تحمي الإنسان من آثار السحر وآثار يعني المس وغيرها. نعم أحسن الله إليكم. فيعني نعم. فيعني المقصد أن الإنسان يعني يعول على هذه الأسباب الشرعية ولا يعول على غيرها يعني.